يبدو الهجوم الجديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد وراءه انشقاق بين الفصائل أو للتملص من مسؤولية ما سيجري في ليلة الميلاد المرتقبة. إذ تتعثر مواقف الفصائل المسلحة مع اقتراب رأس السنة الجديدة، حيث الموعد المفترض الذي أعلنته تلك الجهات لمواجهة القوات الأمريكية. وعلى الرغم من قرار بعض الفصائل تأجيل موعد المواجهة بذريعة أعياد المسيحيين، إلا أن الهجوم الأخير يفضح عدة أسرار، حيث تشير المعلومات التي حصلت عليها ون نيوز من مصادرها بأنه هنالك انشقاق بين الفصائل التي تطرح نفسها كمقاومة، وخصوصا وأنها ليس لديها قرار مركزي موحد، بمعنى أن أطرافا في إيران أسست بعد مقتل قاسم سليماني خلايا صغيرة في العراق تحت أسماء وهمية لمشغلة القوات الأمريكية. وهذه التشكيلات الصغيرة ليست على وفاق مع الفصائل المعروفة، فما حصل من قصف للسفارة مؤخرا هو انشقاق وتضارب في المواقف بشأن مواجهة القوات الأمريكية في رأس السنة، أو أنها الفصائل التي تدعي المقاومة أرسلت الصواريخ لتبعد الشبهة عنها فيما لو حدث شيء في نهاية العام ضد الأمريكان، حيث جاء القصف عقب ساعات من تهديد مجموعة أطلقت على نفسها لواء فاتح خيبر، وهو أحد الأسماء الوهمية الذي قرر استهداف القوات الأمريكية في العراق بضربات موجعة. تصاعد الهجمات في الأيام المقبلة مع الانسداد السياسي الحاصل في البلاد قد يؤدي إلى مواجهة مفتوحة مع واشنطن، على اعتبار أن ما يجري ليس بعيدا عن نتائج الانتخابات والتي تواجه اعتراضا من قوى شيعية، لكنه يتعلق أكثر بمحاولة جماعات مسلحة جر الأمريكان إلى الاشتباك.